منذ سبعينيات القرن الماضي تحولت تاغازوت الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي من قرية هادئة إلى عاصمة لركوب الأمواج العاتية. حركية تاغازوت التي تسخر برياح مغرية وجو صحو دافئ على مدار العام ينجذب إليه السياح من مختلف الجنسيات، لم يخرسها سوى الجائحة وتداعياتها التي أوقفت عجلة الحياة فوق الأرض. كل شيء توقف في تاغازوت، السياحة والسياح، الحركة، وسائل النقل، كل شيء عدا الأمواج، وهو من عكس سلبا على وضعية الساكنة وشباب المنطقة ممن يمتهنون الركمجة. محمد البطل العالمي المغربي في ركوب الأمواج واحد من شباب القرية الذين أفقدتهم الجائحة طعم ملوحة البحر وحلاوة الركمجة. التقته مدار 21 وهو يعانق أمواج البحر بعدما سمحت السلطات أخيرا بفتح الشواطئ في وجه زوارها، فكان هذا ما دار بيننا وبين محمد. كان دير سيرف، المهم دابا قالوا غيحلوا المطارات ديال المغرب، كنتمنى هادشي يكون بصح حيت كلينا بزاف تاع العصا في تاغازوت، خصوصا تاغازوت حيت منطقه تاع السيرف معروفه بالسيرف، ولي توريست كيجيو كيديروا السيرف حيت ما كاين والو في تاغازوت، كاين السيرف بزاف، المغاربه حتى هما كيديروا السيرف. في الاول زدوا علينا البحر، ما كنقدروش نسيرفيو خصوصا فاش كانت عندي كومبيتيسيون في اسفي. قلت لهم واش ممكن ندخل لواحد السبوت هنا في تاغازوت، قالوا لك لا حيت البحر مسدود، حتى واحد ما كيديها في السيرف، ماشي بحال الكره. السيرف كلا العصا بزاف في تاغازوت، خصوصا في تاغازوت حيت تاغازوت هي العاصمه تاع السيرف في المغرب، والسيرف معروف بزاف في العالم، هنا بالضبط في تاغازوت مكلاسيا شي جوج في العالم، ولكن الناس تاع المغرب ما مسوقينش، والدوله ما عرفاش بلي تاغازوت راه معروفه بالسيرف، كيجيو الناس ابطال تاع السيرف، الا مشاو لشي دوله اخرى راه الناس كيفرحوا بهم بدوك الابطال، ولكن حنا ما كيتسوقوش. قالوا واش حنا اللي كنسوقو بوحدنا، وحنا كنبينو المغرب، وحنا كنسيرفيو كيجيو الكوار كيقولوا انتم كتسيرفيو وما عندكمش لي ماتيريال بزاف، ولكن كتقاتلو، ولكن الدوله خاص دير شي حاجه. مي كنتمنى الدولة دير شي حاجة على قبل السيرف، ولكن راه ديجا ما شفنا والو، وكنتمنى حنا يحلوا لي مطار باش التوريست يدخلوا عندنا يجيبوا لنا لي سيرف بورد الكومبينات مثلا باش القضية تتحرك ويحلوا لنا. المهم ما بقاوش يزدوا يحلوا حيت ديما كيزدوا، المهم البحر هو كلشي في تاغازوت، ما كاينش البحر راه ما كاين والو، ما كنديروا والو، المشكلة راه زدوا المحلات وزدوا البحر، فين غتمشي الا زدوا البحر الا زدوا المحلات غاش غدير، خصوصا حدا البحر. انا دابا كنمرض فاش واخا انا ساكن حدا البحر، كنطلع للسطح كنشوف الموجه، ما كنقدرش ندخل الماء، كنمرض. كاينين الناس كيجيو ولكن ماشي الناس تاع السيرف، حيت في السيرف هنا كيخدم في الشتاء بزاف، والصيف مزيان الناس اللي كيتعلموا حيت الموجه صغيره، مي ليالي حسن بزاف حيت كيجيو التوريست من العالم، اما دابا كيجيو المغاربه حتى هما كيتعلموا، ولكن في الشتاء حسن. اي مشكله راه زدوا البحر بزاف شي 3 شهور ولا 5 شهور ولا شحال هذه، راه بزاف علينا والله. في الاول قلنا لهم واش ندخلوا، في الاول راه كندخلوا كيجيو المخزن كيجريو علينا صافي، قالوا لينا راه غنحلوا لكم واحد سبوت هنا في تاغازوت سميتها انكر بوينت، كندخلوا ليها، ولكن الا كنتي بروفيسيونال غتدخل، الا كنتي ديبيتون ما غاديش تدخل حيت سبوت فيها الجروفه. كاينين ولكن ماشي بزاف، ماشي بحال الاول، في الاول كيجيو الناس حيت البحر محلول، ودابا المهم الناس يقدر دابا يقولوا لك راه غنزدو عاد ثاني، فهمتي؟ ماشي 100% البحر محلول، فهمتي؟ يقدر اي وقت يقولوا لك راه غنزدو عاد ثاني. الدوله خاصهم يجيو يطلعوا على هاد الناس، خصوصا الدراري تاع تاغازوت. بحالي انا راه كنلعب لي كومبيتيسيون في المغرب، كنتمنى نخرج على برا نلعب لي كومبيتيسيون. انا من صغري كنسافي، عمرني شي واحد عاوني، شكون اللي كيعاوني؟ شي قاوري ولا شي واحد جا من اوروبا كيشوفني داخل بلا كومبين كيقول لي انت السيرفر تبارك الله عليك، انت صغير وكتخير كتشد الماش كبار، مي دوماج ما عندكش الماتيريال، انا غنعاونك. حتى واحد ما عاونني في المغرب، حتى واحد، الا التوريست اللي كيعاونونا في تاغازوت، وخصوصا تاغازوت راه معروفه بالسيرف، وما كايناش الجمعيه تاع السيرف تاغازوت،
ما كايناش، خاص تكون الجمعيه. كاينين شي دراري تعاونوا معنا بزاف داير الوراق تاع الجمعيه، ولكن ما عندناش المقر، ما عندناش فين نتجمعوا، فين يتجمعوا الناس. كاينين الناس تاع اوري طامراخ تاكادير، المهم المغرب كامل بغاو يجيو يتعلموا هنا في تغازوت، ولكن ما كايناش الجمعيه تاع السورف. كاينه وحده في طامراخ خصوصا في تغازوت، كاين غير لي سورف كامب لي هوستل، هاد لي سورف كامب لي هوستل ما كيعاونوش الدراري تاع تغازوت، خاصهم يعاونوهم. اي خاص دخل، خاص دخل، خاص يجيو يطلعوا على تغازوت. راه تغازوت راه هما دابا راه ما عارفينش بالقيمه تاع تغازوت. راه تغازوت راه كتجمع تبارك الله العالم كامل، ماشي غير المغرب، راه العالم كامل، العالم كامل كيجيو لتغازوت. واخا تغازوت صغيره راه معروفه، السميه ديالها راه كبيره عليها.